مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم أمة 2012. اللي حاب يتواصل معنا مشاهدينا الكرام ما عليك إلا إرسال مسج بحرف ميم أو إم بالإنجليزي على الأرقام الظاهرة على الشاشة. كذلك عندك التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإيميل تلفزيون الشاهد برنامج أمة 2012، وإن شاء الله الإعداد راح يتجاوبون معاكم. مشاهدينا الكرام، مثل ما أنتم عارفين بالأمس تم تكليف سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء القادم. نتمنى ان شاء الله يتم اختيار رجال دوله ووزراء على كفاءه باذن واحد احد. هناك تكتلات سياسيه، اعضاء مجلس الامه، اجتماعات لتشكيل عمليه رئاسه مجلس الامه والنائب وامين السر ومراقب المجلس وعمليه اللجان، وان شاء الله انهم يتجهون اتجاه صحيح لمصلحه الوطن والمواطن. بدايه مشاهدينا الكرام، ارحب في ضيفي الاول الاستاذ نايف المرد. حياك الله استاذ نايف. الله يحييك. الساعة المباركة بداية. ساعة كبرك طبعا. واذا يعني عندنا ضيفنا الثاني اخونا الاستاذ عبد اللطيف العميري. نعم. عضو مجلس الامة، بس زحمة تحول لي، تاخر شوي وان شاء الله عملية وقت وراح يكون الضيف الثاني معانا بداية، وبحكم انه هو عضو مجلس امة نقول له بحول لي عملية زحمة المرور. نعم. تبناها يا عضو مجلس الأمة عملية الزحمة. لعل البناء خير. بداية أستاذ نايف، نبي نتحكي عن وياك عملية مخرجات انتخابات في الخمس دوائر، شنو أنت شفتها بوجهة نظرك؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أحب أتقدم الشكر الجزيل لقناة الشاهد على هذه الاستضافة، كما أتقدم الشكر الجزيل لك أنت شخصيا أستاذ إبداع. الله يسلمك. بالنسبة لمخرجات الشارع الكويتي، نعم، هو بلا شك أن الناخب الكويتي توجه السنة هذه توجه غير التوجه اللي كنا احنا معتادينه. هنا ظهرت عندنا في هذه الانتخابات أغلبية إسلامية، نعم، من خلال التصويت طبعا، متمثلة بحدث وبالسلف وبأيضا الإسلاميين المستقلين وبأيضا هناك نواب شيعة. نعم. طبعا هناك ايضا حدث غريب حصل في هذه الانتخابات. شنو الحدث؟ اللي هي الكتله الليبراليه في هذه الانتخابات خسرت مقاعد. هم اكثر الخاسرين في عمليه مقاعدهم بلا شك. نعم. بلا شك، وهذا يعني مؤشر على انحصارهم او انحصار قوتهم في الشارع الكويتي. ايضا مخرجات الانتخابات 2012 ما راينا المراه فيها. هم هذا الخاسرين الاكثر بعد الوطني. نعم بلا شك، وهو ضعف طبعا واضح في اداء المراه، وخصوصا يعني في ثلاث نائبات كان يعني ادائهم ضعيف. في وجهه نظرك استاذ نايف، شنو اسباب عدم حظوظ المراه في عمليه انتخابات 2012؟ مثل ما قلت لك انا يعني هناك امور كثيره، منها يعني اثيرت بعض الشبه على بعض النائبات، تحديدا ثلاث نائبات. الاحداث الاخيره اللي حدثت في البلد ما كان وجه المراه واضح فيها، ما كان لهم توجه. يعني هناك مثلا استاذ نايف خلال الضيوف اللي معي قالوا دور النائبات كان ضعيف في المجلس السابق. هناك من المرأة قالوا أن عملية هجمة شرسة على المرأة في عملية انتخابات. هناك من دفع، الأخت الدكتورة سمر روما قالت هناك من دفع مال سياسي لإسقاط المرأة. هناك من اتهم المرأة بسبب تصويتهم على عملية كادر معلمين، هذه أحد أسباب سقوطهم. طبعا هذه أحد الأسباب بلا شك، لكن احنا نقول الأحداث اللي خلت الشارع الكويتي الآن يغربل المرشحين أو الأعضاء ويتوجه لهم، هي كانت أحداث الإرادة، ساحة الإرادة. ما كان هناك تواجد للمرأة في ساحة الإرادة، هذه وحدة. المواقف اللي صارت، أغلب مواقف النائبات تنصب في مصلحة الحكومة السابقة، يعني كانوا موالين للحكومة. نعم بلا شك، بس كان أسيل العوضي كانت مشاكس، شبه أسيل مشاكسة. أسيل العوضي هي النائبة الوحيدة اللي دفعت ثمن أنها نائبة سيدة، وأيضا أنها محسوبة على كتلة العمل الوطني. العمل الوطني، فكتلة العمل الوطني ما كان هناك يعني وجه واضح للمعارضة، كانت مواقفها دائما رمادية مضللة. نعم، ما لا كانت يعني ولا كانت واضحة مع المعارضة وجه التخصيص، ولذلك خسروا مقاعدهم،
خسروا مقعد الأسيل وخسروا مقعد صالح الملا. صالح الملا نعم نعم نعم. استاذي بالنسبة للخمس دوائر لاحظنا مفارقة غريبة، أكثر السياسيين اللي قاعد في البرامج السياسية توقعوا مخرجات غير عن الواقع اللي صار. نتكلم قبل 2/2 أنه يعني في حظوظ للعمل الوطني، في حظوظ للتكتلات الأخرى، بمعنى أصح ما نبي نتجه اتجاه العمل الوطني، بس ما توقعوا هناك تكتل إسلامي أو الإسلاميين بمعنى أصح خروجهم بهذه القوة. شو اللي أعطى حظوظ للإسلاميين؟ نعم، وبحكم أنك أنت بعد تتبع الـ نعم السلف، الحركة السلفية، الحركة السلفية نعم العلمية. أستاذ داع، اللي رفع أسهم، خلينا نقول رفع أسهم الإسلاميين وأرجع ثقتهم إلى الشارع الكويتي، الفضل يرجع لله أولا ثم لكتلة التنمية والإصلاح. الكتلة هذه تجمع نواب من حدث وتجمع أيضا سلفيين مستغلين، كان أداءها جدا رائع، وكانت كتلة متماسكة جدا في المجلس، وكانت مواقفها واضحة، وقادة الشارع تحت مظلة نهج. هذا اللي خلى الأستاذ نايف اللي قاد الشارع أكثر شيء، واللي عاصرناه وشفناه الحراك الشباب، الشباب هم اللي بنفسهم تطلعوا وتحركوا بالشوارع كذا. هناك مثال كتكتل شعبي رمى وقال احنا اللي بنحرك الشارع، حدث رمت وقال منها، والواقع يعني انا خالفك بالراي انه الواقع اللي حرك الشباب هم اللي حركوا بلا شك. الشباب انت احنا نتكلم على مواقف اول شيء. نعم، كثقه المواطن. الان انا مواطن كويتي وامامي كتل نيابيه، الكتل النيابيه انا اقيمها في المجلس وأرى إذا كانت صادقة في مواقفها ولا لا. كتلة التنمية والإصلاح كانت صادقة في كل مواقفها، وكانت كتلة جدا متماسكة. التكتل الشعبي أيضا ساهم بلا شك، لكن احنا ساحة الإرادة كانت تحت اللي هو كتلة نهج. النهج كانت مجموعة، طبعا النهج يندرج تحت ظلها اللي هو الحركة الدستورية والحركة السلفية وأيضا التكتل الشعبي، إضافة إلى الحراك الشباب اللي انت قلته اللي كان بدايه السور الخامس وبعدين دخل بعض. نعم، بس استاذ نايف المرد لاحظنا ان في السابق حدث والسلف كانوا خصمين في الدوائر، الان لاحظنا تحالف مبطن وليس معلن، ولاحظنا في اعلان نتائج بالدوائر الاولى والثانيه معنى اصح والثالثه. هذه تكتيكات انتخابيه ممكن تحدث مع السلف، مع الحركه الدستوريه، مع الحركه السلفيه، مع التكتل الشعبي والسلف. هذه تكتيكات انتخابيه تحدث في الدوائر يعني، ومباحه اعتقد انها انتخابيه. خلنا ناخذك في جانبك الدائره الرابعه، لاحظنا هناك المتحدون اخواننا الاربعه المرشحين المطران اللي طالعين من التشاوريه ولا واحد نجح. لاحظنا الاعداد كانت يعني اضرب لك مثالين في النائبين سابقين والان نائب حالي اللي هم سلم براك من 19 الى 30، وضيف الله برميه من 14 الى 2000 او 4000 معنا اصح 5000. يعني الاعداد باخذها بدائرتك انت تحديدا ثم ننطلق الى الدوائر الثانيه. في شيء صار غريب بالدائره الرابعه، شو اللي صار؟ الدائره الرابعه انا من وجهه نظري هي من يعني من الدوائر الواعيه جدا. اللي حصل استاذي ان لما تشوف الفرق بين اصوات الاربع الاوائل واللي تحتهم، طبعا هم الاربع اوائل هم ينتمون الى قبيله مطير، وكان يعني ما كان في تحالف الاربع الاوائل. لا، ما كان في تحالف، ما كان في تحالف واضح، يعني تكتيك واضح بينهم الاربعه، لكن اوتوماتيكيا المنطقه والناخب نفسه توجه للاربعه يرى بان هذا. احنا عندنا الان كل مرشحين استاذ بداح نعم الموجودين كلهم يعني مرشحين ممتازين بلا شك، لكن صار تقييم عند المرشح عند الناخب نفسه. الان اذا كنت مثلا اذا كان نايف المرد جيد وكان الأستاذ بداح جيد جدا وكان فلان امتياز، الناخب الآن يذهب إلى الجيد جدا والامتياز. ما هو بسبب أن راحوا بسبب ضعف الحكومة السابقة كمثال، أداء دور الحكومة السابقة كان سيء، هذا اللي خلاهم يتوجهون اللي كان الصوت العالي أو كان له تواجد في الشارع الكويتي كان معارض على الحكومة السابقة. طبعا هذه من الأسباب، أيضا من أسباب ضعف الحكومة وتخبطها الحكومة اللي فاتت، أصبحت أبرزت هالأسماء هذه من ضمنها الدكتور برمية. دكتور برمية يعني كلنا استغربنا من رغم الإجابة صراحة، هو كان للأيام الأخيرة رجل يعني يدخل في جو، كان له تواجد في المعارضة، تواجد في ساحة الإرادة، تواجد في الشارع الكويتي، وكان اسم قوي في المنطقة، يعني اسم قوي ومن المرشحين للنجاح الأمانة. لكن اللي حصل
اللي حصل مثل ما قلت لك صار تركيز على الأربعة من قبل أغلب المنطقة، وأيضا أنا أتوقع وهذه معلومة غير مؤكدة عندي أنا أن الدور السنجل لعب في سنجل في عملية الانتخابات نعم الدائرة الرابعة؟ إيه هذا اللي وصلهم مثلا؟ ممكن، لأن يعني دكتور برمية رجل ينتمي إلى قبيلة مطير وأغلب أصواته تأتي من قبيلة مطير ويأتي بأصوات خارجية. قبيلة مطير أربعة المتحالفون قائمة المتحدون قائمة عفوا المتحدون، وعندك سبعة مرشحين خارج ما هم تشاورية خارج التشاورية، فالأصوات هني تشتتت أثرت على بعض المرشحين أثرت على بعض المرشحين، وصار التركيز الآن على اللي هم الأربعة الأوائل هذولا، إضافة إلى أن الأيام الأخيرة والندوات الأخيرة أيضا ساهمت في إبراز الأربعة هذول دون غيرهم. ندواتهم الأخيرة نعم اللي هو اللعب في وسائل الإعلام مثلا أو الندوات أو الشعارات أو الكلام، الناس يبون الحماس يبون هذا اللي أنت لمسته شفته بالشارع. نعم صح. لاحظنا أن كذلك أخواننا من قبيلة الرشايدة تشاوريتهم ثلاثة طلعوا واثنين من خارج التشاورية صاروا خمسة، يعني أنا أتكلم بوجه عام كدائرة الرابعة أرقام هائلة. قبل سنتين ونص كان عددك كمثال 5000 صار 10 خلال سنتين ونص، هذا مؤشر يعني كبير. هناك بالعكس اللي صار مثلا في الدوائر الأولى اللي كانت السادة معصومة المبارك ورضوان رضان كانوا بالمقدمة 12 و14 خذوا النص، يعني في شيء في الشارع غير. الناخب الكويتي بعد الحراك السياسي الأخير اتجه آخر. شو اللي صار عندهم؟ أنا قلت لك الأحداث الأخيرة يعني وضعت النقاط على الحروف أمام الناخب. أنت لك تواجد مع الحراك اللي صار وأسقط الحكومة وحل وكان سبب في حل مجلس الأمة، أنت لك الحظ الأوفر. إن لم تكن غير ذلك فذنبك على جنبك مثل ما قال أستاذ نايف. لاحظنا الحراك السياسي الأخير من الشباب، شنو يبون الشباب الكويتي الصغار السن اللي أعمارهم مثلا من 20 إلى 30، شنو يبون بالضبط من المرشح اللي صوتوا له؟ أنا أرى أن الشباب الآن شباب واعي ويرى ويذهب إلى الرجل اللي يمتلك طرح يستقطب الناس من خلاله، يملك مشروع يقدمه، ممكن أنا أتكلم على دائرة عندي، ممكن الناخب يغفر لك مرة ومرتين وثلاث إذا ما أنجزت معاملة له، لكن ما يغفر لك لو اتخذت أي موقف ممكن يتسبب في ضرر الوطن والمواطن. يعني بالسابق نتكلم أن الناخب كان طموحه معاملة، الآن يبي موقف، هذا اللي تغير بالضبط. الآن أكثر إصرارا على أني أنا ما أبي معاملات نهائيا، أبي تشرع قانون ينفعني وينفع أبنائي وأبناء أبنائي من بعدي، ما بيك تخلص لي معاملة وبالأخير ممكن تصوت على قانون يتسبب في ضرر أبنائي أو أخواني من بعدي. نعم. الدائرة الثانية شنو شفت أنت فيها بحكم أنك ناشط سياسي ومتلمس وقريب للوضع الانتخابات، شنو شفت في الدائرة الثانية؟ الأولى طبعا بروز أربعة من السنة، هذا شيء ملفت للنظر. سقوط نواب قبيلة العوازم أيضا ملفت للنظر، كثرتهم 10 نزلوا وخربوا على بعضهم بلا شك، وصار قطع كبير عندهم، صار السنجل قوي جدا. هذه معلومة أنا متأكد منها. الأعور نعم، الصوت الأعور هذا صار عند قبيلة العوازم بطريقة مرعبة، يعني كل مرشح يمكن عنده بس لا تلاحظ أستاذ نايف لا يغلى عن 1000 صوت، إنه خطأ إن عندك أربع أصوات ما تعطي الأربع أصوات لأربع أشخاص، حرام تحرم الثلاث أصوات عن مرشح آخر تشوف فيه الكفاءة. بلا شك صح. أنا ما أتكلم على إخواننا في قبيلة العوازم.